بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. في رمضان كثيرا ما يتساءل الناس عن ما يفطر وما لا يفطر، فسنحاول أن نذكر ما هي مفسدات الصيام. هناك 6 أمور تفسد الصوم، ومن غير هذه 6 حوائج فلا تسأل، فصيامك صحيح بإذن الله. الحالة الأولى التي يفسد فيها الصوم، وهي معروفة لدى الجميع، وهي الطعام والشراب عمدا في نهار رمضان. وما يقوم مقام الطعام والشراب؟ طبعا الأكل والشرب محرم في نهار رمضان، وهو معنى من معاني الصوم. فكل ما يدخل الجوف من المدخل المعتاد من الفم، سواء كان طعاما شرابا أو ما يقوم مقامهما كما الدخان أكرمكم الله، فهذا يبطل الصوم والعياذ بالله، والإنسان يترتب عليه يعني الكفارة والقضاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي يأكل رمضان ولو صام الدهر كله لا يجبر بذلك هذاك اليوم اللي كلاه في نهار رمضان. الأمر الثاني وهو قضاء الشهوة في رمضان، سواء بالجماع أو بأي طريقة أخرى كالعادة السرية والاستمناء، فكل ذلك يفسد الصوم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، فمن مفسدات الصوم قضاء الشهوة. الأمر الثالث وهو تعمد القيء. الإنسان إذا ذرعه يعني غلبوا القياء أكرمكم الله، فهذا لا شيء عليه ما لم يدخل شيئا من ذلك القيء في جوفه. لكن الذي يتعمد تقيؤ يكون عنده ألم، يكون عنده مشكل في المعدة، فيحتاج إلى أنه هو يقي روحه أكرمكم الله، فهذا يفسد صومه ويجب عليه القضاء بعد رمضان. الأمر الرابع من أمور التي تفسد الصوم، وهو بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس. المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية فلا يصح صومها، وإن صامت يبطل صومها ويحرم عليها الصوم، فتفطر في أثناء العادة الشهرية وتقضي أيامها بعد رمضان عندما تطهر بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس الذي يفسد الصوم وهو الحقن المغذية، السيروم اللي يديروه في مكان الطعام والشراب اللي يتقوت به الإنسان، يكون مريض يحتاج إلى هذه الحقنة المغذية، فهذا في مقام الطعام والشراب فيفسد صومه ولا يصح. وطبعا إن كان الإنسان مريض فعنده رخصة كي يفطر، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، يفطر ثم لما إن شاء الله يبرأ يقضي الأيام التي أفطرها في شهر رمضان. طبعا هذو هم الأمور اللي تفسد الصوم. قلنا 6 حوائج، علاش؟ قلنا الطعام والشراب عمدا، قلنا الجماع ولا قضاء الشهوة بأي طريقة أخرى، ثم تعمد القيء والحقن المغذية والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة البالغة. هذو هما الأمور اللي يفسدوا الصيام في نهار رمضان. من غير هذه الأمور فلا تفسد الصوم. إنسان دار ريحة، إنسان نحى الضرسة، إنسان دار تشكة تاع الساعد ولا تاع الركبة، فكل هذه الأمور، استعمل السواك، استعمل معجون الأسنان، كل هذه الأمور، دار القطرة في عينه في أذنه إلى آخره من العلاجات الأخرى، ما دام ماهوش داخل فيها 6 حوائج فصومه صحيح ولا يحتاج إلى قضاء أو كفارة بإذن الله تعالى.